الو، ما حاولت اني اكتب فيه اشياء ما راح تطلع معك. طيب يعني لازم اشوفك وش لوش احكي معك، وانا بحاجه سارة عن جد اني اشوفك واقعد احكي معك باي شيء، يمكن اشياء تهمك يمكن اشياء ما تهمك. لما الموضوع بخصك ما في شيء ما بيهمني. سارة قلت له لابراهيم انه رجعنا لبعض؟ لا بعد. اوكي معلش، انت مع الوقت بتمهدي له شوي شوي. انا بصراحه ساره ما بعرف شو بدي اقول لك، بس صرت خاف انه ناجل اي شيء، يعني يقوم يصير شيء كارثه كونيه. زين ساره، انا بدي اشوفك، بعرف انه تاخر الوقت، اجي لعندك اطلع انا وياكي مشوار، تجي لعندي مثلا، يعني ممكن؟ زين انا كمان عميت اشوفك، بس احسن بكره الصبح نتروق مع بعض قبل الشغل. ايه اوكي. الو. يعني اذا ما عم بقدر اشوفك بالواقع فصعب كثير اشوفك هون. زين هذا صحيح بعيد شوي، بس انه منيح يعني احسن من غيره. تخيل لو ما لحق. كنت هلا ببلد تاني عم بلش حياة جديدة، ما بعرف اذا كنت رح اقدر ولا لا. شو كان صار فيني؟ بدي أقضي معك كل الوقت سارة، بحق لي مزبوط، بدي أشبع منك.